تمام. هي مسابقة ملك الجمال مصر للكون موجودة في مصر من سنة 87. أول واحدة طلعت فيها مدام هدى عبود اللي هي دلوقتي مع اللايسنس بتاعت ميس يونيفرس. مسابقة ملكة جمال الكون هي مسابقة من أكبر المسابقات العالمية للملكات الجمال عامة. المسابقة دي بيبقى فيها كذا دولة، الكذا دولة يعني كل بنت بتطلع بتمثل بلدها. فانا يعني برضو حابه اقول ان مفيش بلاد عربيه مشتركه في ميس يونيفرس غير لبنان ومصر. بس انا اللي طالعه امثل مصر ان شاء الله في ديسمبر. طيب بتستعدي ده ازاي؟ طبعا بيبقى في استعدادات من اول الكات ووك للبوزنج للكوريوغرافي، كل حاجه، للاتيكيت، جيم، دايت، في دايت بلان معينه ماشيين عليها، يعني كل حاجة متظبطة، يعني سكيدجول معين، بحيث ان انا اول ما اطلع يعني ان شاء الله اقدر اعمل حاجة السنة دي. تمام. احكي لي من البداية قصة الترشيح، لما فكرت في البداية خالص انت عايزة تقدمي في مسابقة ملك الجمال، جاتي ازاي وعملتي ايه؟ ايه الخطوات اللي اخدتيها؟ بص، هو انا يعني ما كنتش يعني اللي قلت انا خلاص لازم اشترك في ملك الجبال الكون. انا كنت قاعده عادي على السوشيال ميديا، لقيت الابلكيشن اونلاين، عملت ابلاي، كلموني قالوا لي ناريمان مبروك يو اكسبتد في ميس ايجيبت يونيفرس. طبعا اتبسطت جدا وحصل لي زي فلاش باك كده للبنت وهي بينزل عليها التاج كده بسلو موشن، فطبعا يعني اتبسطت جدا. وبس يعني ده اللي خلاني اقدم، يعني خصوصا ان